السلام عليكم. إن شاء الله هنكمل حل كتاب الامتحان المراجعة النهائي. والطلبة اللي بتسأل، اللي هي جديدة على القناة وبتسأل: يا مس حضرتك بتحل إيه؟ أنا بحل على قناة اليوتيوب مجانا كتاب الامتحان مراجعة نهائية وكتاب بنوك الأسئلة الامتحانية، وبالنسبة للبرايفت بحل كتاب الوسام مراجعة نهائية وكتاب الوافي. نبدأ الحل. اللي عايز يتواصل معانا علشان خاطر يشترك في كتاب الوافي والكتاب الوسام مراجعة نهائية يتصل على الرقم ده. نبدأ الأسئلة. سؤال رقم 74: الشكل المقابل يوضح دايرة كهربية مغلقة فعند إنقاص المقاومة المتغير. في مقاومة متغيرة هتقل، ده هيأثر على التيار الكلي، لأن المقاومات كده هتقل فالتيار الكلي هيزيد. التيار الكلي اللي هيمر في المقاومة 2 آر هيزيد. طيب ما ده هيأثر على قراءة الفولتميتر، لأن الفولتميتر هيقرأ الآي توتال في المقاومة اللي هي 2 آر. الاتنين آر مش هتتغير، بس الآي توتال هو اللي هيتغير. اكملنا، المقاومة دي بتقل يبقى التيار هيزيد، يبقى الفي تزداد، يبقى الفي يحصل لها ايه؟ تزداد. طيب بالنسبة لقراءة الأميتر، الأميتر هنا متوصل على فرع. تخيل معاك فرعين على التوازي، جيت في فرع منهم وصغرت مقاومته، فانت كده بالنسبة للتيار مقاومة قليلة، فالتيار نسبة كبيرة هتعدي في المقاومة القليلة، والتيار اللي كان بيروح الأميتر يقل، يبقى الأميتر هيقل أما الفولتميتر هيزداد. يعني الاختيار الصحيح هيكون رقم ب. السؤال 75: في الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل المقابل إذا كانت قراءة الفولتميتر 7.5، عايز قراءة الأميتر، عايز يعرف التيار الكلي. تمام، هنا معروف فرق الجهد بس مش معروف المقاومة عشان أعرف أجيب من هنا خلال المعلومتين دول التيار. طيب بس أنا ممكن أفهم إن البطارية 10 فولت، لما يكون المنطقة دي أخذت 7.5 من 10، يتبقى كام؟ يبقى تبقى من العشرة 2.5 نصيب المقاومة دي، يبقى المقاومة 2.5. المقاومة 2.5، عرفت فرق الجهد بين طرفيها 2.5. طب ما أنا أقدر أجيب التيار اللي ماشي فيها وهو التيار الكلي، هقول الاي بتساوي الفي على الار، يعني 2.5 على 2.5 هتساوي 1 امبير، فتبقى الاجابه الصحيحه هتبقى رقم ج. السؤال رقم 76: في الدائره الكهربيه الموضحه بالشكل لما هنزود المقاومه المتغيره اس فان قراءه الفولتميتر. الاول نشوف الفولتميتر محوط على مين. محوط على المقاومه ار 2، فالفولتميتر هيقرا اي في ار 2. لما انت هتزود المقاومه المتغيره انت ما بتغيرش حاجه في ار 2، ار 2 دي ثابته، ولكن زيادة المقاومة المتغيرة بتأثر على التيار، فالتيار هيقل لأن الآي والآر عكسي، وبالتالي قراءة الفولتميتر هتقل، فيبقى الإجابة الصحيحة رقم ألف. السؤال رقم 77: في الشكل الموضح جزء من دائرة كهربية، أي العلاقات الآتية بالنسبة لفروق الجهد بين النقاط؟ صحيح. تمام، طيب تعالوا قبل ما نبص على الاختيارات نبص في الدائرة دي. هو الفرع اللي فوق فيه كم مقاومة؟ 12 و6 18. طب والفرع اللي تحت فيه ايه؟ في 6 و10، يبقى 16، والاتنين 18. يعني قصدك المقاومات اللي فوق قد المقاومات اللي تحت، يبقى التيار اللي فوق زي التيار اللي تحت. تمام، تعالى كده نجيب الفي اكس واي. الفي اكس واي لو اعتبرنا ان التيار اللي فوق اي، يبقى بين الاكس والواي مقاومه 12، يبقى 12 اي. ماشي، طب الفي واي زد هيبقى عباره عن 6 اي. طيب الفي اكس كي هتبقى 6 اي. بشوف المقاومة اللي بينهم، لو تلاحظوا هتلاقيهم كلهم بيتفقوا في الاي، ولكن هنا الاختلاف في المقاومة، وهنستمر على كده. كي ال الفي كي ال هيبقى عبارة عن 10 اي، كله عنده الاي ولكن الاختلاف بقيمة المقاومة. طيب تمام، نشوف الفي ال زد. في ال زد هتبقى عندك من ال لحد زد 2 اي. طيب الفي من كي لزد، من كي لحد زد هيبقى 12 اي. تمام، طيب بص كده على الاختيارات. هل في كي ال، فين في كي ال اهي، هل في كي ال اكبر من الفي اكس واي، فين الفي اكس واي اهي، هي العشر اكبر من 12؟ لا، يبقى الاختيار ده مش ينفع. طيب هل في واي زد، فين في واي زد، واي زد اهي، هل هي اكبر من في اكس واي؟ لا، طب تساويها. تمام، طيب الفي اكس واي فين الفي اكس واي،
اهي اللي هي 12، ادي في اكس واي، هل بتساوي في كي زد؟ فين الفي كي زد؟ اهي 12، ايوه دي كده بتساويها، يبقى هو ده الاختيار الصحيح، الاختيار رقم ج. سؤال 78، في الدالة الكهربية الموضحة عايز فرق الجهد بين النقطتين دي وبي، تمام ادي دي وادي بي، تمام مفيش سلك بيوصل بينهم مباشر، فهحاول ان انا اوصلهم بسلك فولتميتر وامشي بكرشوف. طيب لازم يكون معايا التيار، فهنحاول نجيب التيار الكلي للدايرة وبعدين نجزأ التيار على الأسرع وبعد كده نشوف هنعمل ايه. طيب تعالوا كده نقول ان الاي توتال هتساوي الفي باتري اللي هي 12 على الأراضي اللي في الدايرة. عندك الفرع ده فيه قد ايه؟ في واحد ونص وواحد ونص، تلاتة واتنين خمسة، يبقى الناحية دي في خمسة. طب والناحية دي في ايه؟ واحد ونص وواحد ونص، تلاتة واتنين خمسة. طب خمسة مع الخمسة توازي، تخلصهم اتنين ونص ومفيش مقاومات داخلية، يبقى 12 على اتنين ونص هيبقى معاك التيار 4.8. التيار ده هيتقسم بالتساوي على الأفرع دي، يعني الأربعة وتمانية من عشرة هتتقسم على الفرعين وهيبقى الفرع قيمته 2.4 أمبير، تمام. يبقى انت عندك هنا التيار هيبقى هنا 2.4، وده اتجاهه، والتيار هنا 2.4 وده اتجاهه، علشان دي القطب الموجب للبطارية. هاجي هنا بين النقطة دي والنقطة دي وهنقفل بفولتميتر، تمام، وهنخلي عليه سهم ونفترض من دي لبي، ونعمل هنا مسار جوه المسار دون مع المستطيل ده، ونفترض المسار ده هيكون بالشكل ده، تمام. هنبدأ نقول يساوي المسار ده كده، في بطاريات؟ لا مفيهوش بطاريات، فهنقول صفر يساوي. تعال نمسك سلكية، سلكية السلكية دي فيها مقاومات قيمتها 3، ماشي فيها تيار قيمته 2.4 واتجاهه معانا، يبقى احنا هنقول 3 في 2.4 يعني 7.2. السلكية دي فيها مقاومة قيمتها 2 وماشي فيها 2.4 والاتجاه مش معانا يعني بالسالب، يبقى دي هتتجاب بالسالب، هيبقى سالب 2 في 2.4 تبقى 4.8، تمام. طيب فاضل بقى مين؟ الفولتميتر. السهم اللي على الفولتميتر مش معانا، هيبقى اسمه سالب في دي بي، تمام. طيب هنجيب السالب في دي بي الناحية التانية، يبقى انت معاك 7.2، شيل منها 4.8، هيبقى الناتج 2.4 فولت، يعني الاختيار الصحيح هيكون رقم ب. سؤال رقم 79، في الدالة الكهربية المقابلة تكون قراءة الفولتميترين ايه؟ تمام، عشان نجيب قراءة الفولتميتر لازم يكون معايا تيار الدايرة، فانا هقول الاي للدايرة دي بتساوي الفي باتري اللي هي 12 على الأراضي اللي في الدايرة، معاك ار وار على التوازي تخلصهم نص جنبهم واحدة، يبقى 1.5 ار، تمام. عايزين بقى نجيب قراءة الفولتميتر في واحد، هضرب الاي في الار، الاي اللي انا جبتها اللي هي 12 على 1.5 ار في قيمة الار اللي محوط عليها الفولتميتر في واحد اللي هي ار، هيطلع معاك الناتج ان في واحد بتمانية فولت. طب تعالى نجيب في اتنين، في اتنين محوط على منطقة التوازي، فهيقرا التيار اللي هو 12 على 1.5 ار في قيمة المقاومة المحوط عليها اللي هي ار على 2، هيطلع معاك الناتج 4 فولت. يبقى هدور في الاختيارات هلاقي الاختيار الصحيح رقم ج، ان في 1.8 وان في 2.4. السؤال رقم 80، في الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل عايزين قيمة التيار، والتيار هنا بيمثل التيار الكلي، وجهد النقطة اكس، جهد النقطة دي كام؟ طيب تعالوا كده نبسط الدايرة ونقول الدايرة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن بطارية، اهي بطارية، وبعدين ادي الاي. تعال نخلص المقاومتين على التوازي اللي هما بين الاكس والواي، 15 في 30 على 15 زائد 30 تبقى 10، يبقى العشرة اوم اللي انا مخلصاها دي بين مين ومين؟ بين الاكس والواي، تمام. في كمان بين الاكس والزد، بين الاكس والزد منطقة كمان 30 و 15 على التوازي، 30 في 15 على 30 زائد 15 برضو تبقى 10، يبقى انت هنا عندك 10 اوم.
وبعد كده في هنا الارض اهي متصله بالارض، جهد الارض بصفر. فلو عايز جهد النقطه اكس هتجيب فرق الجهد ده هو جهد النقطه اكس. ليه؟ لو انا سميت النقطه دي مثلا واي او سميتها ايه، فانت لو جبت فرق الجهد من اكس لحد ايه هتبقى عباره عن في اكس ناقص في اي. اكمن في اي متصله بالارض فجهدها بصفر، اذا فرق الجهد بين اكس لايه هي الفي اكس. فهنجيب الفرق الجهد هنا لو عرفنا التيار بتاع الدايره. طيب البطاريه دي كام؟ 20 فولت. خلاص يبقى التيار الكلي عباره عن في باتري 20 على المقاومات اللي عندنا كلها اللي هي 20 مع 10 جنب ال 10 توالي، يبقى 1 امبير. طيب عايزين بقى نجيب فرق الجهد هنا، هنقول اي في الار، يعني 10 في 1 ب 10، يبقى انت عندك فرق الجهد او جهد النقطه اكس هيبقى 10 فولت. طيب والتيار قيمته بواحد وعشرة، هنلاقي فين في الاختيار الصحيح؟ هنلاقي الاختيار الصحيح هيبقى رقم د. سؤال رقم 81، في الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل إذا كانت النسبة بين شدة التيارين اي واحد على اي اتنين بتساوي 3 على 4. طب أنا هفترض إن اي واحد بتلاتة، ما هي 3 أو مضاعفتها، يبقى اي اتنين هتبقى 4 أو مضاعفتها. تمام، يعني انا كده افترضت قيمه للاي واحد وافترضت قيمه لاي اتنين. تمام، هتعامل بقى ازاي؟ هنكمل السؤال ده. دي كده اول حاجه النسبه بين التيارات دي، فان النسبه بين قراءه الفولتميتر في واحد لفي اتنين. طب ايه رايكم نرسم الدايره من غير الفولتميتر عشان نشوف شكلها الحقيقي؟ ادي الار واحد معاها على التوازي مقاومتين ار واحد وار اتنين. بعد ما تخلص منطقة التوازي هتعدي على مقاومة قيمتها ار اتنين، وبعدين البطارية، وبعدين خلصت كده الدايرة. التيار الكلي قايل عليه اي اتنين، وتيار الفرع ده قايل عليه اي واحد. تمام، هو عايز الفولتميتر في واحد موجود هنا، في واحد موجود في الجزء ده، وفي اتنين موجود في الجزء ده، في اتنين. تمام، عشان نجيب في واحد على في اتنين هقول في واحد عبارة عن اي واحد في ار واحد. طيب في اتنين عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان لما التيار ده وده يتجمع يرجع تيار كلي تاني اي اتنين في الار دي اللي هي ار اتنين. طيب انا دلوقتي عشان اجيب النسبة سهل ان انا اعوض بنسبة اي واحد على اي اتنين، هو مديها لي 3 لـ 4. لكن المشكلة اللي هتقف قدامنا هي ازاي اعوض عن نسبة ار واحد لار اتنين. طيب احنا هنا افترضنا ان التيار الكلي قيمته 4، فلما التيار الكلي يكون قيمته 4 هيجي عدى هنا اللي هي الاي واحد 3 امبير، يبقى يعدي هنا كام؟ يعدي 1 امبير. طيب فرق الجهد فوق هيساوي فرق الجهد تحت، واقدر اجيب نسبة الار واحد لار اتنين من المنطقة دي، ما هنا برضو في ار اتنين زي دي. يبقى انا هقول 3 ار 1 ده الفرع اللي فوق هيساوي الاي اللي تحت اللي هي 1 في ار واحد زائد ار اتنين، تبقى ار واحد زائد ار اتنين. هجيب الار واحد الناحية دي، 3 ار 1 شيل منها واحدة تبقى 2 ار 2 بتساوي ار هنا 2 ار 1 هتساوي ار اتنين. طيب احنا عايزين ار واحد على ار اتنين ما ترجعش فاضي، 1 على 2 1 على 2 اهي النسبة جاهزة 1 على 2، يبقى في واحد على في اتنين هتساوي 3 على 8. يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم ج. سؤال رقم 82، في الدائرة الكهربية الموضحة إذا قلت قيمة المقاومة المتغيرة فأي من النسب الآتية تزداد؟ يعني مقاومة متغيرة هتقل، يبقى التيار الكلي هيزيد. تعالى كده نشوف الفي واحد بيقرأ إيه. الفي واحد بيقرأ أي في الآر المتغيرة، ماشي. الآر المتغيرة دي هيحصل لها إيه؟ هتقل. طيب ما احنا لما هي تقل التيار هيزيد، بس يقول لك ايه بقى؟ تأثير المقاومة أكبر من تأثير التيار. يعني لما يحصل هنا تغير هنا تغير بيبقى تأثير المقاومة أكتر من تأثير التيار، ففي واحد هتقل. ماشي، أروح لـ في اتنين هلاقي في اتنين محوطة على بطارية ملهاش مقاومة داخلية، ففي اتنين بتقرا الفي باتري، إذا تظل مقدار ثابت لأن الفي باتري مقدار ثابت ما دام ملهاش مقاومة داخلية. طيب الفي تلاتة، الفي 3 هتقرا اي في ار، واحنا اتفقنا ان التيار هيزيد والارض بتاعتها ثابته، يبقى هيحصل زياده، يبقى في 3 تزداد. انا كده عرفت ان كل دي هيحصل لها ايه. تعالوا بقى نشوف النسب. في 1 في 1 على في 2، في 1 على في 2 يعني انا هكتب كده في 1 على في 2، ماشي. في 2 مقدار ثابت وفي 1 هتقل، يبقى المقدار هيقل، يبقى كده النسبه هتقل، يبقى دي مش تنفع، احنا عايزين النسبه تزيد.
طيب في واحد على في تلاتة، في واحد على في تلاتة، في واحد هتقل ماشي، وفي تلاتة هتزيد. يبقى انت دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ النقصان ده هينقص النسبة، والزيادة دي عشان في المقام هتنقص النسبة تاني، يعني النسبة هتقل واحنا عايزين النسبة تزيد، يبقى مش هتنفع في واحد على في تلاتة. تعال نشوف جيم في تلاتة على في واحد، في تلاتة على في واحد. طب تمام، الفي تلاتة هتزيد ماشي، والفي واحد هتقل. طب لما دي تزيد النسبة تزيد، ودي تقل النسبة برضو تزيد، يبقى هو ده الاختيار الصحيح، هيبقى رقم جي. طب تعال نجرب ده، في اتنين على في تلاتة، في اتنين تظل ثابتة، يبقى بين النسبة والمقام عكسي، في تلاتة هتزيد يبقى النسبة تقل، لا يبقى الاختيار الصحيح هيبقى رقم جي. سؤال رقم 83، أي من أشكال البيانية التالية يمثل العلاقة بين قراءة الفولتميتر وقيمة المقاومة المأخوذة من الاسم؟ تمام، أهم حاجة أشوف الفولتميتر محوط على مين الأول. الفولتميتر محوط على النقطة دي اللي هي دي اللي هي دي اللي هي القطب الموجب، والفولتميتر محوط على النقطة دي اللي هي دي اللي هي دي اللي هي القطب السالب. يعني قصدك تقول لي الفولتميتر محوط على بطارية ملهاش مقاومة داخلية، يبقى الفولتميتر يقرأ في بطارية، وأدام الفولتميتر بيقرأ مقدار ثابت الفي بطارية مش هتتغير بأي تغير هيحدث في الدايرة، يبقى بالتالي العلاقة بين قراءة الفولتميتر والمقاومة المتغيرة مش هيتأثر، يبقى الاختيار الصحيح هيكون رقم د. السؤال الجاي ده سؤال فكرته حلوة، الشكل البياني يمثل فروق الجهد الكهربي عبر أجزاء الدائرة الكهربية الموضحة في الشكل 2، يعني هنحاول نجمع بيانات من الرسم البياني ومن الدائرة. تمام، احنا هنبدأ هنا من النقطة ايه، هنعدي على سلك فاضي لحد ما نوصل لحد النقطة بي، كده النقطة دي مش بذل يعني مش احتاجت اي فروق جهد، او مش فيه فروق جهد اتصرفت في المنطقة دي. من اول النقطة بي، من اول النقطة بي ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الجهد عالي، عالي من الجهد من صفر لحد ما وصل لـ12، يبقى ده معناه ان البطارية هي اللي علت الجهد من البي لحد السي، عشان تمشي من البي لحد السي مشيت على البطارية، البطارية دي علت الجهد من صفر لكام؟ لـ12، او عالي لحد 12، يبقى دي بطارية قيمتها 12 فولت ماشي، وبعدين مشي من السي للدي بال 12 ما حصلش هبوط في الجهد. من اول النقطه دي لحد النقطه اف، من اول النقطه دي لحد النقطه، خلينا نقول اول اي، من دي لحد اي حصل هبوط في الجهد اهو، الهبوط كان 12 وصل لحد 10، يعني الجهد هبط بنسبه 2 فولت. ليه؟ ما هي المقاومه دي هي اللي استهلكت ال 2 فولت دول، يبقى في 2 فولت من 12 اتصرفوا على المقاومه 1 اوم ماشي، وبعد كده ما حصلش حاجه في الجهد لحد هنا لان ده سلك فاضي، وبعد كده دخلنا على المنطقه دي كلها على بعضها حصل هبوط لحد ما وصلنا للصفر، من 10 للصفر، الفرق بين 10 والصفر 10 فولت، يبقى المنطقه دي كلها خدت 10 فولت. عايز قيمه الار، طيب احنا محتاجين التيار الكلي، هنعرف التيار الكلي ازاي؟ هنقول المقاومة دي معروف انها بواحد اوم وفرق الجهد بين طرفيها باتنين، يبقى التيار هيساوي الاتنين على الواحد هيبقى 2 امبير، يبقى انت عندك التيار قيمته 2 امبير ماشي. 2 امبير ممكن نجيب بقى المقاومات اللي في المنطقة دي ازاي؟ هقول المقاومات اللي في المنطقة دي بتساوي فرق الجهد اللي هنا اللي هو قيمته 10 على التيار اللي هيعدي هنا اللي هو قيمته 2، 10 على 2 فيها الخمسة، يبقى المفروض المنطقة دي بكم مقاومتها كام؟ 5، عندي من دول 3 يبقى المفروض دول يبقوا 2. طيب ازاي يبقوا 2؟ 3 مع مين ينتج الناتج يبقى 2؟ اكيد 6، 3 في 6 على 3 زائد 6 يبقى الناتج هنا 2، يتجمعوا مع ال 3 يعملوا 5 اللي احنا قدرنا نحسبهم، يبقى المفروض المقاومة دي تبقى كام؟ المقاومة دي تبقى 6 اوم، يعني الاختيار الصحيح هيكون رقم ج. السؤال اللي جاي ده سؤال جديد وحلو، سؤال 85، في أي من الدوائر الكهربية التالية لا يسبب غلق المفتاح K تأثيرا على إضاءة المصباح؟ تمام، تعالوا كده نشوف، طبعا هعلم على السؤال ده لأن السؤال ده جديد. لو أنا قفلت هنا المفتاح هيبقى كده السلك فاضي، السلك الفاضي ده هيلغي المقاومة دي، وبالتالي أدام اتلغت مقاومة من الدايرة يبقى هيأثر على التيار ويأثر على إضاءة المصباح.
اهم حاجه لما تغلق المفتاح ما يسببش لا اضافه مقاومه ولا نقصان مقاومه، يدنه الحال على ما هو عليه. اما هنا هقفل المفتاح هلغي بيه وبكده قللت مقاومه الدايره، يبقى انا زودت تيار الدايره. طيب تمام، تعالوا هنا نشوف في الدايره بيه. لو انت قفلت على المفتاح ده يبقى انت هتوصل المقاومه دي على التوازي مع سلك فاضي، وبالتالي المقاومه دي هتلغى، يعني الدايره هتفقد مقاومه فالتيار هيزيد ويأثر على الاضاءه. طب تعالوا هنا نشوف، لو انت قفلت المفتاح كي هيصبح المصباح متوصل على التوازي مع سلك فاضي، فهيبدأ منع اضاءته وينعدم، يعني هيتأثر بالاضاءة. تعالى هنا بقى، هنا الدايرة بتاعتنا عبارة عن الجزء ده بس، الجزء ده لان ده سلك فاضي طيار هيمشي كده. طيب في مقاومة، المقاومة دي سواء بقى كانت متوصلة او مش متوصلة هي محكوم عليها انها هتبقى على التوازي في حالة وجودها مع السلك الفاضي فملغية، وفي حالة عدم وجودها ملغية. فلما بتيجي تقفل المفتاح ده ايه الفايدة؟ المقاومة اللي انت قفلت عليها دي متوصلة على التوازي مع سلك فاضي مش هتحسب، وبالتالي هنا اضاءة المصباح مش هتتغير، يعني الاختيار الصحيح هيبقى رقم د، لن تتأثر بكيه. السؤال رقم 86، في الدائرة الكهربائية الموضحة إذا تم فتح المفتاح كي فإن قراءة الأميتر هيحصل لها إيه؟ أنا لو فتحت مفتاح كي مقاومات هتزيد، طب إزاي؟ تعالى كده نفترض مقاومات، مثلا هنقول دي 6 ودي مثلا 3 ودي 2 ومفتاح مقفول، المقاومة المكافئة كام؟ يعني بتكلم على منطقة التوازي. طيب 6 مع 3 2 مع الاتنين هيبقى 1، 6 وال3 على التوازي 2، 2 مع الاتنين تخلصهم 1، تداول ايه؟ والمفتاح مقفول. طب لو المفتاح اتفتح هنشيل الاتنين وهيبقى معاك 6 و3 بس على التوازي تخلصهم 2. يبقى اولا لما هنفتح المفتاح ده المقاومات هيحصل لها ايه؟ هتزيد المقاومات، التوازي دي هتزيد، وطبعا في مقاومه بره ماشي هتتجمع معاها، يبقى في النهايه المقاومه هتزيد، يبقى التيار هيقل، هيقل بس مش هيبقى بصفر لان هيبقى ليه قيمه. فهنختار الاجابه الصحيحه رقم ب، هيقل ولكن لا يصل للصفر. سؤال 87، في الدائرة الموضحة بالشكل تكون قراءة الأميتر I عند فتح المفاتيح الثلاثة تبقى قراءتها 3I عند غلق إيه؟ طب الأول والمفاتيح مفتوحة التيار هيمشي إزاي؟ التيار هيمشي كده يعدي على الآر وبعدين الاتنين آر ويروح على السالب، يعني هتبقى مقاومات الدايرة 3R. إيه الخطة اللي ممكن نعملها علشان التيار يزيد لتلات أمثال؟ إن المقاومات تقل للتلت، يعني بدل ما تبقى 3R عايزين المقاومة اللي في الدايرة تبقى R بس. طب ودي نحققها ازاي؟ عن طريق غلق انهي مفتاح؟ هنمشي كده من القطب الموجب، عدينا على الR بس، عايزين نلغي R2، نعمل ايه؟ طيب لو احنا قفلنا K2 هنمشي في السلكية دي ونروح على السلك، يبقى K2 صح لان K2 هتلغي المقاومة اللي فوق. طيب عايزين مفتاح كمان لان K2 لوحدها مش موجودة، بيقول لك K2 وكي 3، نجرب بقى كي 3، هنقول هنمشي ازاي ساعتها؟ هنمشي في المقاومه ار دي اللي احنا محتاجينها بس، ونعدي في السلك ده، نمشي في السلك اللي فيه المفتاح ونروح على السالب، يبقى هنا كي 3 قدر يلغي الاتنين ار برضو، وبالتالي الاجابه الصحيحه هتكون رقم د. طب ليه مش 1؟ لانك لو قفلت كي 1 يبقى انت لغيت الار، يبقى الدايره مش هيبقى فيها غير الاتنين ار، يعني هتبقى ماشي ازاي التيار كده وبعدين تمشي كده. طيب هتمشي كده وتروح صح، بقى مش عديت على حاجة، لا احنا عايزين المقاومة تقل للتلت عشان التيار يزيد لتلات امثاله، وبالتالي الاختيار الصحيح هيكون رقم د. سؤال رقم 88، عند غلق المفتاح كي في الدائرة الكهربائية الموضحة بالشكل فايه اللي يحصل لقراءة الفولتميتر V1 وايه اللي يحصل لقراءة الفولتميتر V2؟ نروح نشوف في واحد محوط على مين، محوط على المقاومة R. لما انت تقفل المفتاح كي هتصبح الR المحوط عليها متوصلة على التوازي مع سلك فاضي، فالتيار هيعدي في السلك الفاضي وتتلغي المقاومة، فتيجي تضرب التيار في المقاومة اللي هي مش موجودة اللي هي قيمتها صفر، هيطلع في واحد بصفر، يبقى في واحد بصفر، ممكن دي ممكن دي. طب تعالى نشوف في اتنين، في اتنين محوط على مين؟ محوط على بطارية ملهاش مقاومة داخلية بس جنبها مقاومة، يعني أقول في 2 وأنت معدي كده هتكسب في باتري، بس في هنا جهد هبوط في الجهد بسبب الأي في آر، يعني أي في آر، يبقى أنت هتكسب في باتري وهتخسر أي في آر.
أصبحت علاقة تناقضية. أنت لما هتمشي مقاومة من الدايرة، ده معناه إن المقاومات هتقل، وده هيؤدي إلى زيادة في التيار. وأدام دي علاقة تناقضية، يبقى الـ V2 هتقل بس مش هتوصل طبعا للصفر. يبقى الإجابة الصحيحة هتكون رقم د، إن قراءة الفولتميتر V1 تصبح صفر و V2 تقل ولا تصل للصفر. السؤال رقم 89، سؤال جديد بالنسبة لكتاب الامتحان. في الدائرة الكهربية الموضحة، أي متغيرات التالية يؤدي إلى زيادة الإضاءة؟ زيادة الإضاءة ليها علاقة بزيادة التيار أو زيادة فرق الجهد. خلينا المرة دي في التيار. هنا ماشي في المصباح التيار الكلي، إيه اللي ممكن يؤدي إلى الزيادة؟ إن أنا أفتح كي واحد، يبقى أنا دمرت المصباح، لأن ده مفتاح رئيسي. لو فصل واحد ده اتفتح، أصبح مفيش تيار بيمر من الأصل، يبقى ده مينفعش. طيب فتح المفتاح كي اتنين، لما تفتح المفتاح كي اتنين، أنت بتحذف من الدايرة مقاومة على التوازي، يعني أنت كده بتزود المقاومات. أنت عارف لو مقاومة على التوازي تتشال، كده المقاومة هتزيد، كده المقاومات بتاعت الدايرة هتزيد، ولما مقاومات الدايرة تزيد إضاءة المصباح تقل، يبقى دي مش تنفع. طب جيم، غلق المفتاح كي تلاتة، لو أنا قفلت مفتاح كي تلاتة أنا بضيف مقاومة، وخلي بالك أنا مش بضيفها على التوالي، ده أنا بضيفها على التوازي، فتوصيلها على التوازي هيقلل مقاومات الدايرة، يعني هيزود التيار وهتبقى مصلحة لإضاءة المصباح، يعني الإجابة جيم صحيحة. طب نزود المقاومة ار اس، زيادة المقاومة معناها نقصان تيار، نقصان إضاءة، لا مش هتنفع، يبقى الاختيار الصحيح هيكون رقم جيم. سؤال رقم 90، في الدائرة الكهربية الموضحة عند غلق المفتاح S1 فقط تكون قراءة الفولتميتر هي V1. طب لحظة بقى، هنقفل S1 فقط، يبقى انت معاك مقاومة 3R، ماشي الـ6R دي مش محسوبة لأن أنا هقفل S1 بس. هيبقى مين جنبها؟ الآر، وهيبقى في الدايرة في مين؟ الفي باتري اللي ملهاش مقاومة داخلية، وساعتها الفي هنا هتبقى V1. تمام، طب تعالوا نحسب تيار الدايرة كله، هيبقى في باتري على مقاومات الدايرة كلها اللي هي R، و3 R تبقى 4 R. طيب تعالوا نحسب في واحد بقى، في واحد بتساوي الاي في الار اللي محوط عليها الفولتميتر، الفولتميتر هنا محوط على 3 R، يبقى في باتري على 4 R في المقاومة اللي هي 3 R، هيبقى الناتج 75% في باتري، دي هتروح مع دي وهيبقى بنسبة تنسب إلى الفي باتري. طيب نكمل، وعند غلق المفتاح S2 بس، لما اقفل S2 S1 هيبقى مفتوح، فكم تكون قراءة الفولتميتر في نفس المكان؟ طيب هيبقى هنا بقى المقاومة هنستخدم الـ6R، والمفتاح ده متفتح مش معانا الـ3R خلاص، وهنا الـR وبعدين البطارية. نرجع تاني من جديد كأنها مسألة جديدة، نجيب الـI توتال، هنقول الـV باتري على الـRات 1R و6R يبقى 7R. طيب نجيب قراءة الفولتميتر اللي هنا اللي هو هيبقى V2، V2 هيبقى الاي توتال اللي هو في باتري على 7R في قيمة المقاومة اللي هيحوط عليها الفولتميتر اللي هي 6R، هيكون الناتج 85% في باتري، والتيار والفرق الجهد ده القراءة دي أعلى من القراءة دي. طيب نشوف الحالة الأخيرة بقى، ماشي وعند غلق ماشي وعند غلق المفتاحين S1 و S2 هيكون قراءة الفولتميتر V3، هتقفل ده وده، يبقى أصبحت التلاتة R مع الـ6R متوصلين على التوازي. طب تعالى نخلصهم، 3R في 6R هيبقى 2R، يبقى انت معاك هنا مقاومة قيمتها 2R وجنبها الR دي ما تتغيرش، وادي البطارية. هنجي نرجع تاني كأنها مسألة جديدة، ونقول الآي بتساوي الفي باتري على الآرات اللي عندك، R و2R يبقى 3R. نرجع نجيب الفي 3 اللي هي محوطة من هنا لهنا، في 3 اللي على منطقة التوازي هيساوي الآي، الفي باتري على 3R في قيمة المقاومة المحوطة عليها الفولتميتر اللي هي 2R، دي هتطير مع دي، يبقى انت عندك الناتج 6/10 في باتري. تمام تعال نرتب، هنلاقي اكبر حاجة في 2، وبعد كده بعد كده في 2 هتبقى بعديها في 1، اخر حاجة هتبقى في 3، يعني الاختيار الصحيح هيكون رقم ب، في 2 اكبر من في 1، اخر حاجة في 3. السؤال اللي بعده رقم 91، في الدائرة الكهربية المقابلة إذا كانت قراءة الفولتميتر والمفتاح كي مفتوح هي في. طيب تعالوا كده نشوف لما يكون المفتاح مفتوح الفولتميتر بيقرا فيه ازاي. أول حاجة نجيب التيار الكلي، المفتاح ده مفتوح يعني المقاومة أرضي معانا، فيبقى عندك الأي توتال عبارة عن في باتري على 2R و3R 5 و1 يبقى 6R. تمام،
الفولتميتر ده بقى هيقرا الاي دي اللي هي الفي باتري على الستة ار في المقاومه المحوط عليها اللي هي 2 ار، يعني هيبقى الار هتروح مع الار ويبقى في باتري على التلاتة، يبقى الفي هنا هتقرا في باتري على التلاتة على اساس ان انا هقول على 2 فيها الواحد 2 فيها التلاتة، ادي كده ايه في الحاله الاولى. طيب لما هتقفل المفتاح هيبقى قراءته، عايزين قراءته بقى في الحاله الثانيه بدلاله الفي. ماشي، في لما هنقفل المفتاح هل قراءة الفولتميتر هتتأثر؟ هي هتتأثر مش نتيجة تغير الآر اللي محوط عليها، هي عدناها برضو 2 آر، ولكن هي هتتأثر نتيجة التيار، لأنك لما هتقفل المفتاح ده هتبقى لغيت مقاومة، والمقاومة دي متوصلة على التوالي، فلما بنلغي مقاومة على التوالي المقاومات بتقل، ده غير لما بنلغي مقاومة على التوازي. احنا نقول هنا في مقاومة على التوالي هنلغيها بالمفتاح، فإيه اللي هيحصل؟ هنجيب التيار من جديد، هنقول في باتري على المقاومات اللي عندي اللي هي 2 ار و3 ار 5 ار. نرجع بقى نشوف الفولتميتر في الحاله الثانيه هنسميه في 2 هيقرا ايه؟ هيقرا الاي توتال اللي هي في باتري على 5 ار في المقاومه المحوط عليها اللي هي ما زالت 2 ار، دي هتروح مع دي، يبقى انت اصبح في 2 عباره عن 2 في باتري على الخمس. تعالى ننسب دي لدي، يعني نقسمهم على بعض، هنقول الفي، هنقول الفي على في 2، في على في 2 بتساوي في باتري على 3، في باتري على 3 بدل ما اقسم هضرب واقلب البسط مقام والمقام بسط، يبقى هنا 5 على 2 في باتري. تمام، دي هتطير مع دي ويصبح عندك في على في 2 هتساوي 5 على 6، ال 5 في البسط و 2 في 3 ب 6. تمام، انا بقى عايزه الفي 2، يبقى الفي 2 بتساوي الطرف المتصل 6 في على ال 5، 6 في 6 على 5 دي يعني 1.2 في، فتبقى الإجابة الصحيحة هتبقى رقم ألف. سؤال رقم 92، في الدائرة الكهربية المقابلة مصباحين متماثلين عندما يكون الزلق في منتصف المسافة اللي بينهم. طيب تعالوا كده نشوف، أنا معايا هنا مصباح ومعايا هنا مصباح، الزلق هيكون في هنا عندي مقاومة هيكون في منتصف المسافة، تمام، وبعدين ادي البطارية. يعني ايه؟ يعني لو كانت المقاومة دي مثلا 8 كده اتقسمت 4 اوم وهنا 4 اوم، ماشي. طب اذا تحرك الزلق قليلا نحو واي، واي هنا والاكس هنا، يبقى ساعتها مش هيقسم الاربعة دي بالتساوي اللي هي 8 قصدي، مش هتتقسم 8 دي 4 على 4، لا، هيبقى الجزء اللي فوق اكبر، تعال نرسمها هنا، هيبقى المقاومه اللي هي قيمتها 8 دي هيبقى المصباح اكس هيتوصل بجزء اكبر، مثلا هنا كان متوصل مع الاربعه قول هيتوصل مع الخمسه، والمصباح الثاني هيتوصل مع الثلاثه، وادي تكمله الدايره. ايه اللي هيحصل بقى؟ ايه اللي يتغير كده؟ طيب لما يجي يتجزأ هيلاقي هنا الفرع السفلي مقاوماته زادت، كانت الاول 4 ما ده كده توازي، لا كان الاول 4 بقى 5، فالطرف السفلي بالنسبه للمصباح زادت في مقاوماته، فهنا ادام المقاومات زادت يبقى التيار اللي كان بينسحب هنا هيقل وينسحب الاكتر في المصباح اكس، يبقى المصباح اكس هياخد تيار اكتر، بدل ما يتجزأ هنا ده نصيب وده نصيب، ده من مقاوماته زادت فنصيبه من التيار هيقل، يبقى ده اللي هيسحب اكتر، يبقى ده هيزداد. طيب هنا اللي حصل ان الفرع اللي تحت ده كان 4 دلوقتي بقى 3، فالمقاومات في الفرع ده قلت، فهيسحب ده تيار اكبر، فلما يجي يسحب تيار اكبر يبقى ايه ده تياره ايه ده تياره هيقل، يبقى ده يقل. يبقى احنا هنقول ان المصباح واحد اللي فوق ده 1 هيزداد والمصباح 2 هيقل، يعني الاختيار الصحيح هيكون رقم ب. سؤال 93، في الدائره الكهربيه المقابله عندنا 3 مصابيح متماثله ومضيئه، عند غلق المفتاح ك فايه اللي هيحصل لاضاءه المصباح س؟ النوعيه دي من المسائل الافضل عشان تضمن درجتها انك ترسم والمفتاح مفتوح وترسم والمفتاح مغلق. مفتاح مفتوح يعني تشيل السلكيه دي وهيبقى ده المنظر، تمام، هيبقى عندك كده فرع فيه المصباح A والمصباح C وفرع فيه المصباح B، خلصت الدايرة. يبقى احنا كده
هنقول هيبقى عندك المصباح A والمصباح C في فرع، والمصباح B هيبقى فرع لوحده، ماشي. وبعد كده البطارية، تمام. طيب البطارية دي لو فرق الجهد بين طرفيها هي ملهاش مقاومة داخلية، في باتري، الطرف ده هياخد في باتري والطرف ده هياخد في باتري. الفي باتري هتتقسم على الفرع اللي فوق، المصابيح متماثلة بالتساوي، يبقى في باتري على 2 وهنا في باتري على 2، اما دي هتاخد في باتري كاملة. طيب لما احنا هنقفل المفتاح، المفتاح هيتقفل، هيصبح ده سلك فاضي، السلك ده هيلغي المصباح. طيب هنعرفها بالترقيم، مش دي عقدة ودي عقدة ودي عقدة ودي عقدة. فلو انا قلت هنا 1، السلك الفاضي اوله زي اخره يبقى 1، وده كمان سلك فاضي يبقى ده 1. طيب يبقى هنا 2، اصبح المصباح ايه بين 1 و1 قفلت عليه خلاص كده هيتلغي. اما المصباح بقى هيبقى الرسمة عبارة عن ايه بقى؟ هيبقى الفولتميتر اللي في باتري، وبعد كده هيبقى بين 1 و2 في المصباح بي، وبين 1 و2 في المصباح سي. طيب تعالوا نشوف بقى، في الاول هنا المصباح سي بياخد في باتري على 2، اما هنا اصبح عندي منطقة توازي واحدة فيها هنا مقاومة وهنا مقاومة، يبقى دي تاخد الفي باتري ودي تاخد الفي باتري متساوية على الايه، على التوازي. تعال نقارن، ده كان بياخد نص، اصبح المصباح سي بياخد في باتري كاملة، فكده هيبقى اضاءة المصباح هتزيد، يبقى في الحالة دي هتزيد، وبالتالي هيبقى عندك الجزء اللي هو طالبه اللي هو هيبقى الإجابة رقم د، إضاءة المصباح سي هيحصل لها إيه؟ هنقول له هتزداد. سؤال 94 بيقول لي في الدائرة الكهربية المقابلة ماذا يحدث لكل من شدة إضاءة المصباح وقراءة الفولتميتر عند تحريك الزلك من كيو لبي؟ لما حرك الزلك بتاع الفولتميتر من كيو لبي أنا بغير طريقة توصيله، فالفولتميتر طريقة توصيله أو تغيير طريقة توصيله مش بتأثر على الدايرة من الداخل، هي بتأثر على قراءته هو، لكن الفولتميتر جهاز المثالي، جهاز لو شلته من الدايرة مش هيأثر على تكوينها، وبالتالي لما هتحرك الزلك من هنا لهنا التيار زي ما هو، التيار بيمشي ازاي؟ التيار بيمشي كده، أنا مالي أنا ومال الفولتميتر؟ بس ده هيأثر عليه هو، ان هو بدل ما كان بيقرأ من مدى من هنا لهنا هيصبح يقرأ مدى اكبر، فقراءته هتزيد، وبالتالي الإجابة الصحيحة ان شدة إضاءة المصباح لا تتغير لكن قراءة الفولتميتر تزداد، يعني الاختيار الصحيح هيكون رقم د. سؤال رقم 95 في الدائرة الكهربية المقابلة 4 مصابيح متماثلة A و B و C و D، اعمل الاختيارات التالية ووضح ماذا سيحدث لشدة إضاءة المصباحين A و ب عند غلق المفتاح ك. قلنا افضل طريقه لحل مسائل المفاتيح ان احنا نرسم الدايره في حاله المفتاح مفتوح، وبعدين نرسمها في حاله الغلق ونشوف هيحصل ايه في حاله الغلق. عندك هنا في الطرف اللي فوق في المصباح ايه، الطرف اللي تحت لما يكون مفتاح ك مفتوح هيبقى عندك في الطرف اللي في السلك اللي هنا سي وبي بس، يبقى هنا في سي جنبه المصباح بي، والمفتاح ده لما يكون مفتوح يبقى دي مش موجود. وعندنا البطارية اللي ملهاش مقاومة داخلية، البطارية دي لو قلنا عندك منطقة توازي اهي، هنا الفي باتري، يبقى الجزء ده هياخد في باتري والجزء ده هياخد في باتري، يبقى المصباح ايه؟ إضاءته في باتري، وهنا الفي باتري هتقسم عليهم، يبقى في باتري على 2 وهنا في باتري على 2. ده قبل ما أقفل المفتاح. لما أقفل المفتاح هيبقى الطريقة بقى ايه؟ هيبقى عندك المصباح ايه برضه مازال في طرف لوحده، والمصباح سي في المكان ده، بس هيجي بقى هيجي مين؟ هيجي المصباح دي توازي مع البي، يعني ادي البي، هيجي بقى هنا المصباح دي توازي معاه، تمام، وادي البطاريه، تمام. برضو نفس التوزيعه دي منطقه توازي، هنا هياخد في باتري، خلي بالك المصباح ايه كان بياخد في باتري وما زال بياخد في باتري، يعني مش هتتغير اضاءته. هنا الفي باتري هيعاد توزيعها، كنا بنقسمهم بالنص على بعض، ما عادش ينفع النص ده، لان لما جبت انت المصباح هنا يعني دي كانت ار ودي كانت ار، لما جبت المصباح ده على التوازي دي هتبقى ار على 2 ودي هتدنها ار. هل لما بوزع الفرق الجهد بوزعه مش بنسب المقاومات؟ طيب دي المقاومات هنا اقل، يبقى دي هتاخد في اقل، وبالتالي اضاءه المصباح هنا هتقل، اما ايه هتظل ثابته. هدور على اللي بيقول كده هلاقي الاختيار د، ان اضاءه المصباح ايه
هتظل، لا هنا هنقول إضاءة المصباح إيه هتظل ثابتة وإضاءة المصباح بي هتقل، يبقى الاختيار الصحيح هيكون رقم جيم. السؤال رقم 96، في الدائرة الكهربية المقابلة إذا كانت القدرة الكهربية المستهلكة في المقاومة 9 81 واط، فعايز فرق الجهد بين قطبي البطارية. تمام، فرق الجهد بين قطبي البطارية اللي هو الفي باتري بيساوي الاي في الار المكافأة. الار المكافأة نعرف نجيبها، لكن الاي مش عارفين نجيبها، فاحنا عايزين نستغل موضوع القدرة في معرفة التيار. الباور بتساوي اي تربيع في ار، الباور دي قيمتها 81 هتساوي اي تربيع في الار اللي هي 9، يبقى الاي تربيع بتساوي 81 على 9 فيها 9، يبقى الاي بس بتساوي 3 امبير. يبقى الفي باتري هتساوي التيار اللي هو 3 في المقاومات، عندك 15 و10 على التوازي، 15 في 10 على 15 زائد 10 يبقى 6، وجنبها 9 يبقى 6 و9 15، 15 في 3 45 فولت، فتبقى الإجابة الصحيحة هتبقى رقم د. السؤال اللي بعده بيقول عندنا مقاومتين 10 اوم وار، ادي 10 اوم وفي مقاومة قيمتها ار، القدرة المستهلكة فيهم عند توصيلهم مع التوازي مع بطارية مهملة المقاومة الداخلية 4 أمثال القدرة المستهلكة فيهم عند توصيلهم على التوالي مع نفس البطارية. طيب يبقى احنا هنقول الباور في حالة التوازي بتساوي كام مع بطارية، بتساوي 4 أمثال 4 باور في حالة التوالي. هنستخدم أداة نفس المصدر، يبقى هنستخدم القانون اللي في تربيع على الار. في حالة التوازي هقول الفي المصدر الباور بتساوي في تربيع على الار، هقول الفي باتري مثلا الفي باتري تربيع على الارات اللي في الدايرة، الار دي لما تتوصل على التوازي يبقى تخلصهم ايه، يبقى ار في 10 يعني 10 ار على ار زائد 10. تمام، الكلام ده بيساوي 4 من التوصيل على التوالي اللي هو عبارة عن الباور بقى الفي بي تربيع على المقاومات في حالة التوالي اللي هي هتبقى ار زائد 10. تمام، دي هتطير مع دي، مقام المقام بسط يعني هنا هتبقى ار زائد 10 على 10 ار، مقام المقام بسط، وهنا هتبقى 4 في البسط على ار زائد 10. طيب هضرب دي في دي، يبقى انت عندك 40 ار هتساوي المقدار ده في المقدار ده هنربعه، مربع الاول ار تربيع زائد الاول في الثاني في 2 يبقى 20 ار زائد اللي هو الاخير ده متربع يبقى 100. تمام، يبقى انت كده هنلم الشمل، هنجيب ال 20 ار الناحيه دي، او هنقول كده كالاتي ار تربيع هنخلي ال 40 ار تيجي الناحيه دي، 20 ار ناقص 40 ار تبقى سالب 20 ار، ماشي، وسيب ال 100 في مكانها، زائد 100 بتساوي صفر. نحل المقدار ده، هيبقى عندك ار في ار، تمام، والمية دي عبارة عن 10 في 10، ولو جمعتهم هيبقى كده 20، وادام دي زائد يبقى ده سالب وده سالب، يعني الار يا 10 يا اما الار 10، يبقى الاجابة ان الار ب 10 اوم، وده معناه ان الاجابة الصحيحة هتكون رقم الف. سؤال رقم 98، 4 مصابيح متماثلة مسجل على كل منها 60 واط و230 فولت، أي من الدوائر الكهربية التالية تكون أنسب لإضاءة المصابيح الأربعة معا بكامل قدرتها؟ عشان أنسب طريقة إن كل المصابيح اللي محتاجة 230 يبقى كلهم يتوفر ليهم 230، فأفضل طريقة هي جيم إنك توصلهم مع التوازي، يبقى فرق الجهد هنا 230 وهنا وهنا وهنا، وبالتالي هيبقى المصابيح الأربعة بكامل قدرته، يبقى الاختيار الصحيح هيكون رقم ج. سؤال 99، في الدائرة المقابلة 3 مصابيح متماثلة X وY وZ متصلين معا ببطارية مهملة المقاومة الداخلية، فإن النسب بين القدرة المستهلكة في المصابيح التلاتة يعني باور X لباور Y لباور Z على الترتيب. طيب احنا دلوقتي هنستغل القدرة القانون في R عشان يبقى R هنا هي اللي هنا هنا، لأن المصابيح دي متماثلة. طيب هنقول ايه، ممكن نستخدم اي تربيع في ار وممكن نستخدم في تربيع على ار، بس انا شايفه ان الافضل ان انا لو جيت افترضت في الطرف اللي او الفرع اللي فيه مقاومات اكتر هبدا الفرد فيه عشان ما يطلعش كسور، فانا لو افترضت هنا اي هلاقي الفرع ده مقاوماته قلت للنص، يعني هنا 2 ار ده ار مقاومات قلت للنص، يبقى التيار يزيد للضعف وبكده التيار الكلي هيبقى 3 اي. طيب تعالى كده نجيب باور اكس الى باور واي
الى باور زد. تمام، هنقول هنا باور اكس التيار هنا اي ودي ار، يبقى اي تربيع في ار، وهنا نفس الكلام اي تربيع في ار. اما هنا هنقول 2 اي كل تربيع في ار، هنربع الاثنين تبقى 4 والاي تبقى اي تربيع، وادي الار دي هتروح مع دي مع دي، والاي تربيع مع الاي تربيع يبقى 1 لواحد لاربعة، يبقى الإجابة الصحيحة هتكون رقم ألف. السؤال ده رقم 100، فكرة جديدة. في الدائرة الكهربية الموضحة إذا كانت القدرة المستهلكة في المقاومة إكس هي 20 واط، والقدرة المستهلكة في المقاومة واي هي 40 واط، وتم إعادة توصيل المقاومتين على التوالي بنفس المصدر، فعايز القدرة المستهلكة في الدائرة تصبح إيه؟ تمام، طيب إحنا دلوقتي عندنا مجاهيل كتير، تعالوا كده نحاول نستفاد من البيانات اللي عندنا. اولا احنا ممكن نجيب ادي المقاومتين اهم في حاله التوصيل على التوالي، ادي ار اكس وادي ار واي. فاحنا هنقول ان الباور في الحاله الاولى عباره عن القدره المستهلكه هنا زائد القدره المستهلكه هنا، يبقى دي قدره الدايره في حاله التوالي. الباور هيبقى كام؟ 20 و40 هيبقى 60 واط. قبل ما نروح لحاله التوازي عايزين برضو نعرف معلومه مهمه، هي ار اكس تعتبر قد ايه بالنسبه لار واي؟ يمكن دي تقلل معانا المجاهيل. هنقول باور اكس على باور واي، باور اكس ب 20 وباور واي ب 40، يعني 1/2. تمام، باور اكس دي ممكن نفكها لاي تربيع في ار اكس، ودي اي تربيع في ار واي بتساوي نص. عايزه استغل انهم متوصلين على التوالي، فالتيار اللي هيمشي فيهم تيار متساوي، فيبقى من حقي ان اطير الاي مع الاي. يبقى كده عندك الار واي في 1 بار واي بتساوي 2 ار اكس. يبقى انا لو عندي المقاومه ار اكس كده هي سيبها ار اكس، هتبقى الار واي اللي جنبها عباره عن 2 ار اكس، وادي البطاريه. تمام، طيب ممكن بقى ان احنا نقول الباور اللي هي 60 في الحاله الاولى عباره عن في تربيع. طب ليه بستخدم الفي؟ عشان هو لما هيحولهم لتوازي هيبقى نفس المصدر، يبقى الفي باتري تربيع على الار اكس زائد الاثنين ار اكس، يعني 3 ار اكس. ادي كده معادله مهمه جدا. طيب لما اجيب بقى الاثنين ار اكس دي وصلها على التوازي مع الار اكس بنفس المصدر، هيبقى عندي باور مجهول هو عايزه بيساوي في تربيع على، نخلص دول بقى على التوازي، 2 ار اكس على 2 ار اكس في ار اكس على 2 ار اكس زائد ار اكس، هيبقى 2 ار اكس على 3 مقام المقام بسط. تمام، تعالوا بقى نقسم المعادلتين دول على بعض. هنقول 60 على باور هتساوي في تربيع، في تربيع على 3 ار اكس، 3 ار اكس بدل ما اقسم هضرب واقلب المقام بس وبس مقام، 2 ار اكس على ال 3 في تربيع. طيب دي هتروح مع دي والفي هتروح مع دي، هيبقى لك 60 على الباور بيساوي مين في البسط؟ 2. مين في المقام؟ 3 في 3 ب 9. تمام، يبقى الباور هيساوي 60 في 9 على 2، على 2 في 1 دي 30، 0 3 في 9 ب 27، يبقى الناتج 270 واط، يعني الاختيار الصحيح هيكون رقم ج. سؤال 101، في الدائرة الكهربية الموضحة إذا كانت القدرة المستهلكة في المصباح X هي باور، والقدرة المستهلكة في المصباح Y هي 2 باور، فتبقى القدرة الكلية إيه؟ القدرة الكلية بجمع القدرات لجميع الأجهزة، ما بخلصهمش توالي بتوازي، إحنا ملناش دعوة بالقدرة إنها تتخلص، لأ هجمع دي ودي. يبقى انت عندك باور 2 باور، يبقى 3 باور، يبقى الاختيار الصحيح هيبقى رقم ب.